يحفل التاريخ الإنساني بقصص نساء دخلن القصور الملكية مجرد جواري أو وصيفات، لا يحلمن بأكثر مما في تلك القصور من عيشة مريحة، في حين أن القدر كان يعدهن ليصبحن هن سيدات تلك القصور. إليكم أشهر خمس جواري ووصيفات استطعن الجلوس على العرش. أولاً، السلطانة هوريم كانت الجارية المفضلة، ثم لاحقاً الزوجة الشرعية للسلطان العثماني سليمان القانوني، وأماً لستة من أبنائه. ولدت عام 1502 في أوكرانيا لأب كان قسيس أرثوذكسي، وكانت تدعى ألكساندرا. وفي عمر 15 تقريباً تم اختطافها بواسطة بعض تتار القرم، ثم بيعت كجارية وانضمت لحريم السلطان سليمان الذي غير اسمها إلى هوريم، أي الفتاة المرحة. وعرفت هوريم بجمالها وذكائها، فتخطت جميع الوصفات لتصبح الجارية المفضلة لدى السلطان قبل أن يتزوجها وتصبح الملكة. كان لها نفوذ كبير، ويظهر ذلك على مستوى العلاقات الخارجية للدولة العثمانية في مراسلاتها مع ملك بولندا آنذاك. ولعل أكبر دليل على قوة نفوذها أنها كانت الوحيدة التي سمح لها بمغادرة القصر القديم المخصص للحريم والانتقال للعيش بقصر توبكابي حيث مقر إقامة السلطان. كما كان لها نشاط خيري بارز، فقد أسست مستشفى كبير للسيدات باسطنبول، كما افتتحت مطعم خيري بالقدس وآخر بمكة المكرمة لتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين. هذا بخلاف مساجد ومدارس قرآنية أسستهم كلهم من مالها الخاصة. وتوفيت هوريم عام 1558 بعد حياة حافلة بالمجد، ودفنت في مقبرة مزينة بالنقوش في ساحة المسجد الذي يحمل اسم زوجها. ثانيا، الإمبراطورة تشيسي ولدت عام 1835 وانضمت في مراهقتها لحريم الإمبراطور تشيانغ فينغ الذي أنجبت له ولده الوحيد الإمبراطور تونغ تشي. ورغم نجاحها في كسب الثقة زوجها، إلا أنها عدت السبب الرئيسي وراء انهيار سلالة تشينغ وصعود الحركة الجمهورية بالصين، وذلك بسبب الأساليب الملتوية التي استخدمتها للسيطرة على العرش بعد وفاة زوجها، والسياسة الفاسدة التي انتهجتها في أثناء حكمها للصين. فعندما مات زوجها الإمبراطور تشيانغ فينغ عام 1861 تولى ابنه العرش وهو لا يزال طفلا. فعملت تشيسي على أن تكون هي الحاكمة الفعلية للبلاد والوحيدة المسيطرة على العرش، حتى أنها دأبت على شغل ابنها بالأفيون والنساء كي تستطيع الاستمرار في سيطرتها على الحكم، متسببة في وفاته بمرض تناسلي. لم يقف جشع تشيسي عند هذا الحد، فقامت بتوريث ابن أختها الطفل ذو 3 سنوات العرش خلفا لابنها رغم عدم أحقيته، لتستمر هي في إدارة البلاد. لكن تشيسي لم تكن تحرص على مصالح بلادها قدر حرصها على العرش، فيذكر التاريخ أنها وقفت وراء خسارة الصين الحرب أمام اليابان بسبب استغلالها للميزانية المخصصة للبحرية الصينية في تمويل بناء قصرها الصيفي الفخم. وفي عام 1908 توفيت تشيسي بجلطة بعد فترة حكم امتدت لقرابة نصف قرن. جدير بالذكر أن شخصية تشيسي القوية والشرسة هي التي أبقت النظام الإمبراطوري قائما بالصين، حيث انهار هذا النظام بعد وفاتها ب3 سنوات إثر قيام الثورة الصينية عام 1911. ثالثا، الملكة أمبولين ولدت بإنجلترا لأسرة عريقة، وتميزت بذكائها ولباقتها وجمالها خاصة عينها. ففي عام 1522 كان التحول الاستثنائي في مسار حياتها، حيث عينت وصيفة للملكة كاثرين زوجة الملك هنري الثامن ملك انجلترا، ومن هنا لاحظها الملك هنري ووقع في غرامها، لكنها صدت كل محاولاته للتقرب منها متعللة بأنها ليست زوجته، مما دفع الملك إلى أن يطلب من البابا كيملينت السابع إبطال زواجه من الملكة كاثرين. فلما رفض أعلن هنري استقلال بلاده عن الكنيسة الكاثوليكية، كما عين نفسه رئيسا للكنيسة الإنجليزية،
ثم صرح بزواجه من آن بولينا، وتم تتويجها ملكة على العرش في حفل ضخم. لكن سرعان ما تدهورت العلاقة بين الزوجين، حيث لم تستطع إنجاب وريث للعرش، كما أعجب هنري بإحدى وصفاتها فقرر الزواج منها، فدبر للتخلص من آن بولينا، ومن ثم تم القبض عليها بتهمة الزنا مع 5 رجال، كما تم اتهامها بممارسة السحر والتخطيط لقتل الملكة. وبناء عليها تم إعدامها علانية بقطع رأسها، لتصبح بذلك أول ملكة إنجليزية تعدم علنا. رابعا، الملكة بوؤوكا، واسمها الحقيقي جانغ أوكانغا. كانت واحدة من أجمل نساء مملكة جوسون الكورية، وعرفت بمكرها وحبها للسلطة. كان تعيينها وصيفة للملكة الأرملة جانغ نيول هو أولى خطواتها في الطريق إلى العرش، حيث رآها الملك سوك جونغ في إحدى زيارته إلى الملكة الأرملة، وجعلها رفيقته المفضلة. وفي عام 1688 أنجبت جانغ للملك سوك جونغ ابنا، وفي سبيل تنصيبه وليا للعهد قرر الملك نفي زوجته الملكة إن هيون والتخلص من قيادات الحزب الغربي الذي تنتمي إليه زوجته، وفي المقابل أعطى جانغ منصب الملكة، وصاحب ذلك سطوع نجم الحزب الجنوبي الذي تنتمي إليه جانغ. ولكن انقلبت الأحوال عام 1694 بعد إعجاب الملك بوصيفة أخرى تنتمي للحزب الغربي، بالإضافة إلى استيائه من الأداء الضعيف للحزب الجنوبي في الحكومة، فدفعه كل ذلك إلى إزاحة كانغ عن العرش واستدعاء الملكة إن هيون مرة أخرى كي تسترد منصبها كملكة. وبعد فترة توفيت الملكة إنيهون بمرض مجهول، واتهمت جانغ بالتسبب في وفاة الملكة عن طريق ممارسة السحر الأسود. وبناء على ذلك تم إعدام جانغ بالسم في عام 1701. خامسا، السلطانة شجر الدر. كانت الجارية المقربة للسلطان الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر ثم زوجته الشرعية. اختلف المؤرخون في تحديد جنسيتها، لكنهم لم يختلفوا على جمالها وحنكتها السياسية، فقد تجلت عبقرية شجر الدر عندما استطاعت إبقاء خبر وفاة السلطان الصالح في أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر سرا عن الجيش والشعب، وأشرفت بنفسها على الخطة الحربية التي وضعت لصد الاعتداء الصليبي على مصر، محققة انتصارا كبيرا على الملك الفرنسي لويس التاسع قائد الحملة لتجلس بعد ذلك على العرش، وذلك خلفا للسلطان توران شاه ابن زوجها بعد مصرعه. لكن حكمها لم يستمر لأكثر من 80 يوما بسبب رفض الخليفة العباسي لفكرة تولي امرأة العرش، فقررت شجر الدر الزواج من الأمير عز الدين أيبك والتنازل له عن العرش، ظنا منها أنه ضعيف الشخصية وسيسمح لها بالسيطرة على مقاليد الحكم. لكن أيبك أثبت خلاف ذلك، واستطاع تحجيم نفوذ شجر الدر والانفراد بالسلطة، كما خطط للزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فكادت له شجر الدر وقتلتها، إلا أنها لم تسلم من مماليكه الذين ألقوا القبض عليها وسلموها لزوجة أيبك الأولى كي تتولى التخلص منها. وانتهت حياة السلطانة شجر الدر بمقتلها في عام 1257. كن هؤلاء عددا محدودا من أشهر النساء في التاريخ التي خلدت أسماؤهن عبر العصور، فهل لديك أسماء أخرى تتمنى تناولها في فيديوهات قادمة؟وختاما نشكركم لطيب المتابعة، ونتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين، وأن تدعمنا بالإعجاب على الفيديوهات. ولمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.